عزاز خربوش فيك انتي؟ واش حال هادي ما عمرك جيتي؟ وراه ديما كندير لكم المشاكل عزوز، داكشي علاش ما بقيتش كنجي. دابا جمعت راسي. جمعتي راسك؟ وباش جمعتيه؟ وجمعت راسي يعني درت عقلي. درتي عقلك على ما كانش عندك خربوش؟ عزوز بغيتك فواحد الموضوع مهم. عزاز اش كدير؟ خربوش انت هنا؟ واجيت نسول على عزوز عمي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي تجعل السلامة. يلا تهنينا منك خربوش. علاش الوليد؟ راه خربوش راه ظريف. وراه انت عزوز ملي كتلقى مع هاد خربوش كديرو الروينة. عمي ودابا راه دارت عقلي، ما بقاوش المشاكل، بح صافي. واش كتهضر بالصحة يا خربوش؟ والوليد راه خربوش سهل عليه الله ولا مليونير. عزوز مليونير؟ دير راسك مليونير يا خربوش. خربوش ولا مليونير ولا لاباس عليه؟ كي درتي لها خربوش؟ واحد جده ماتت خلات ليا بزاف ديال الفلوس. مرحبا والف مرحبا بالسي خربوش. شفتي يا خربوش هاني عاونتك تاني. ولكن انا راه ماشي مليونير عزوز. اشحب بالخاطر السي خربوش. وليدي السي خربوش بغيت نتزوج عمي. بغيتي تزوج؟ اش بغيتي شي زواج يا خربوش؟ كاملو مشاكل. خلي على ولدي يتزوج باش يولد شي وليدات زوينين وشي وليد يكون زوين بحالي ويكون ظريف. الله ينجي عزوز الله ينجي. علاش الوليد؟ على انا خايب. خربوش دابا راه لاباس عليه، راه مليونير، ولكن خاصو يعيش حياته. هلا حنا ما عايشينش حياتنا الوليد؟ عايشين عزوز وما عايشينش. عزوز عمي بغيت نتزوج حتى انا وندير وليدات بحالك انت. ايوا شوف لك شي جنيه يا خربوش بحالك. لا عمي انا ما بغيتش جنيه بحالي، انا بغيت بحالكم انتوما زوينين. ولكن راه حتى وحده ما غاديش تبغيك الا شي جنيه بحالك. كاين الوليد واحد بنت الجيران غادي يعجبها خربوش. شكون هي عزوز؟ خديجة بنت المعطي جارنا. نمشيو نشوفوها. خربوش غنتعاون معاك حيت انت مليونير. يلا ولكن راه خاصك تجيب شي قالب ديال السكر نديو معانا. الوليد الوليد نعم راه ضرو راه ما بقاوش الناس كيدو معاهم القالب. وشنو كيديو؟ ولاو كيدو معاهم الباكيه ديال السكر، راه شفتهم فواحد الفيلم. بحال خربوش عزوز يلا نمشيو نشوفو خديجة بنت المعطي. مرحبا بالسي حامي. الله يعطيك الخير ابا المعطي. اشحب بالخاطر السي حامي؟ جينا انا ولدي عزوز وخربوش باش نخطبو بنتك الخربوش. مرحبا السي حامي، ولكن شكون خربوش؟ خربوش هو هاد الجن هذا. لا 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 هذا نجوجو لبنتي ومالو داير الكروم. وبا المعطي هذا راه جن ولكن ظريف. راه ظريف عمي المعطي، ظريف بزاف بزاف. سكوت. واش انت حمق حامي؟ اخر ايامي نجوج بنتي الجن ما يمكنش. جنون. لا 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 با المعطي راه السي خربوش واخا جن راه مليونير لاباس عليه وعندو بزاف تاع الفلوس. راه خربوش راه مليونير. بصح مليونير. تبارك الله تبارك الله عليك السي خربوش، متشرفين متشرفين. الله يعطيك الخير عمي، باين عليه ظريف مسكين السي خربوش. اش قلتي يا با المعطي؟ راه اي وحده غتمنى هذا العريس مسكين، ولكن ما غاديش نزقلو. الله يسخر حميد. يلا نقراو الفاتحه. اشنو هي الفاتحه عمي؟ سكوت عزوز نقراو الفاتحه. انا فرحان السي حامد والله كل ماشي نتوما والسي خربوش لا 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 جوجتها لشي واحد. حتى انا راه فرحان. حتى انا فرحان عمي. وي خربوش غيتزوج واخيرا. وي خديجه اجي يا بنتي اجي تشوف العريس ديالك راه زوين ومليونير. نعم بابا. بنتي لاباس. سلمي على عمك حميد وعريسك خربوش. فين هو عريسي يا بابا؟ سي حميد نقراو الفاتحه. با المعطي ولكن بلاتي نجيب واحد القلب ديال السكر وانا جاي دابا. وبلاش يا حميد القلب السكر بلاش.
خربوش مليونير. تسلمي تسلمي انا جيت. هنا واحد يا بابا. راه ناعس هاد بنتي وقيله فيه العيا. فيقي فيقي. فيق العريس ديالي فيق فيق. عزز عزز فين هو خربوش؟ راه خليناه تما راه سخفان. انا جيت عزز ناري على عروسه. على سلامتك خربوش فاش هربتي؟ نجاك الله حبيبي خربوش هاني.